ومراحب حبايب القلب. عم بشتغل اليوم على موقع صخري بأنفي شمال لبنان. لقى كتير حلوة، المية كتير صافية، إن شاء الله يكون في سمك. هون في جورة حلوة، هيك صخرة حلوين، وهي الشباب هونيك بيقولوا لكم مرحبا. المية عم تطلع، يعني عم تضرب بالصخر وتطلع. أنا عم بشتغل اليوم بقصبة بلدية 4 أمتار عادية. هون ما في غمق، بشتغل على النقرة، ما في غمق. والشباب كمان نفس الشيء، قصبة 4 أمتار عم نشتغل على النقرة. عم نستهدف المواسطة، السروس، المنورة. نقرة كثير خجولة. أنجأ عجينة القرايدس أكيد اللي أنا بحضرها، وهيدي عجينة قوية جدا للصيد. هاي الشباب عم يجربوا. موجة قوية، الوقت لازم تكون بطريقة. نقصها أصل الموجة. أكيد وقفة مثل هيدي بده يكون واحد عنده خبرة فيها، مش حيلا حدا ينزل يوقف هيك وقفة. حتى نحن أيام البحر بيغدرنا. بانتبه. طلع معه أريسية جاري. شايل أريسية. أنا بدي أغير شوي لهون. هون في وقفة حلوة. في جورة حلوة هون عم تعوكر فيها المي. هون في تعوكرة حلوة. بدنا ندور على المي المعوكرة، وين في مي معوكرة بقى نشتغل فيها. السمكة بتحب المي المعوكرة، تركض على الطعم. نقورت معي شوي، يلا نجرب. هيدي عجينة القرايدس. عم اشتغل على غطارات 16، نوعية جيدة جدا. وماني حاطط تقل من تحت، بدي الطعم يلعب لعب بالماي يكون مرتاح. وهون ما في غمق. ضب العصبة؟ لا شو هسا؟ تعمل لي هسا؟ قبل الخمسة ما في طلعة من هون. ماشي قبلت ناعما. هيدي حبة مواصلة حلوة حلوة. هون على القريب دغري على الفيش. لكم أحلام. حبة مواصلة كتير حلوة. انتبه على صبيعنا. يلا لايكم احلى البحر. لايكم هذا البحر الحلو. هاي شدة حلوة هون معنا. معنا شدة حلوة. هاي حبة. هاي شدة حلوة. بده واحد ينتبه بس على ايديه من الشوك. والغديبير. حبة حلوة حلوة. يلا الله يرزق الجميع. قولوا اسم الله يا شباب، قولوا يا ما شاء الله. قولوا اسم الله، قولوا الله يبارك. الصفحة تتعرض لصيبة العين يا شباب.
هلا ما في شيء محرز، ولكن منحب الشخص اللي بيحبنا واللي بيقدر تعبنا. عم يمسك، عم يستمتع. ما ينسى يحط لايك، يشترك بالقناة، يفعل زر الجرس. وهيدي كمان شدة حلوة، هو ثلاث شدات هلا ورا بعضهم، هيك اللعب. هيك اللعب مع أحلام. ايوه الشباب عم بيشيلوا. هيدي سمكة حلوة حلوة. انا ضروري احط هلا قصاصة على الخيط. انا حاطط تقل واحد، هي بدها اكثر من تقل. هلا على البريك بعد شوي، بس اخذ بريك تقلها. حلو كمان هيدي حلوة حلوة حلوة. هلا عم بشتغل على قصبة عادية ما بتعطي طعجة، شدتها حلوة بتطلع. كمان هيدي حبة وسط، اخدها من جنبها، خودي من جنبها. يلا بدنا الصراغيس يبينوا. للحقيقة أنا يعني قاصد الصراغيس، وهيدي هون منطقتهم ونقطتهم، وهيدا بحرهم، هيدا هلأ بحرهم. وهون صخر كتير قوي، صخر كتير قوي هون. الواحد ينتبه من التصخير كمان، مهمة هيدي الشغلة. بنطر تيصير في نقرة هيك حرزانة على الخيط. وهيدي هلا خامس ضربة على المباشر قدامكم، هيدي خامس ضربة. هيدي لانه اكيد اللي عم يحضر ومبسوط حط لايك وقال اسم الله. استمتعوا معي بهيك منظر، بس صوت البحر. في ناس ما بتحبه، بس نحن صرنا مغرومين بهذا الصوت. الحقيقه ننزل تمشان نسمع هذا الصوت. هيك الشدي مع اجمله، شدي روعة 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 روعة. لك اسم الله هالحبة، لك اسم الله حبة غير شكل. اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله، الله يبارك. حبة غير شكل هي. هيك خينا جاري مسخرة معه كمان. اطلبوا له اطلبوا له، قولوا له يا رب، قولوا له الله يبارك حتى ما يخسر العمره. ما شيف راحت العمره، راحت بعودك الله. وصلت للصخر، ما انتبه لها، غمق لها كثير. بده الواحد ينتبه هون صخرات، يعني انا عم نزل بين صخرتين كمان، باي لحظه بتصخر معي ما بعرف.
بحر بده طول البال وما انه طويل البال ما في ينزل يقعد هالقعدة. منيحة وسط وسط مقبولة. طلع لنا على الرئيسية وين روح السمكات؟ حدا نقر علينا يا شباب، حدا فقعنا شي عين يا شباب. اوعى شبو ايوه معلم اللي يسمعه سمكه. معك سمكه؟ راحت؟ يا الله دعانا حلوه والله كانت. هذه رصاصه اللي بتيجي كبس، بتيجي مفتوحه، قطع الخيط. هذا الخيط انا عندي هون، خيط البدن فوق الحبايسه. طلع رصاصه كبيره من فوق، هي بدها عض، نعضها هيك نكزه، وبدي احط رصاصة صغيرة هون تحت بين اخر غدارتين، بين اخر غدارتين بحط لها رصاصة صغيرة، بشد على الخيط بس ما كتير، يعني بعطيه قرصة قوية مشان ما ضعف الخيط. ونقول يا رب نجرب. يعني اليوم نزلت بعد الظهر، لانه قبل الظهر كنا مدرسة يوم الجمعة، خلص على 11 فخلصنا شغل وهي نحن هنا. يا رب هيك احسن، صار الخيط جالس اكثر. خفت النقرة. هذا المعلم ياس شايل دوبلي، ابو الدوبليات. حلو 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 هالدوبلي، حلو هالدوبلي. وهذا دوبلي للمعلم الياس. هذا المعلم جاري كمان هونيك معه سمكة، وأنا علقت الغدارة بإيدي. منيحة منيحة للمعلم جاري، علقت الغدارة هون بالجاكيت. المعلم جاري شو معه هيك؟ ألو! إيه ولك ألو، ردها ردها! ردها على المي! ردها على المي ردها! هذا المعلم جاري لاقط شيء مرتب. اسم الله، يلا ان شاء الله يكون شيء منيح. قول يا رب قول يا رب. اسم الله اسم الله. ابو شوكي حلو، حبة مواسطة حلوة حلوة حلوة. منيحة منيحة للمعلم جاري. انتبه موجة تشبثوا. يلا ان شاء الله رجعت النقرة. هيدي البورية حرقت سلاف الخيط، كربلته تكربل بقلب بعضه، ما بقى فاهم كوعه من بوعه. هلا بدي 5 دقايق ما بخلصه وماني محضر غيره. يعني هيدي البورية لهيتني شي 5 دقايق تخلصت الخيط وخلصته. شفتوا قد كان معركش بس خلصته. ان شاء الله يدكون وسيان السمكات هون.
يعني الصيد من المي المعوكره هو الصيد المضبوط، يعني السمكه ما بتقشع على الخيط، ما بتقشع على الصاصه، بتجي على الطعم وبتبلع. رجعت النقرة الحمد لله. عجينة السردين عجينة بسيطة، عندي فيديو اترك لكم اياه باخر هذا الفيديو كيف بنحضرها. المفروض اسا كنا نزيد لها شغلة رمل، بدها شوية رمل، بس هون هلا ما في رملات بعاد لورا، والمعلم الياس حضرها بالبيت ما حط لها رمل، ما عنده رمل، بدها هي نطفة رمل هلا معها، بتصير ممتازة للسرغوت ولكل شيء، مثل عجينة الإرايديس. ماشي بتجيبوا علبة سردين من المحل، ما تنقوا حرة أكيد، يعني عادية علبة سردين مع شوية طحين وشوية رمل تطلع قبها. هيدي لقزة اخذت لي الخيط وصخرت وقشط لي الخيط، راح بالعمرة كلها، بس هيدي لقزة اخذتها بعوض الله، بدي اعمل غيرها. غيرت الطريقة شوي، هلا بقلكم شو عملت. عم اشتغل على سنارتين، هلا سنارتين 12، عم اشتغل على سنانير مش على الغدادير، بقى سنارتين 12 على خيط 14 نوعية جيدة. عم حط العجينة دغري على السنارة. هلا بفرجي اياها. منورية بورية، والله حزينة بورية، شلتها على عجينته هو ولا على الأرايدي على السردين؟ والله حلوة حلوة. كربلت لي الخيط، دليت شي 5 دقايق اشتغل فيه، حطيت طعم ونزلتها، اجت الأرايدية اخذت الخيط ونزلت فيه على الوكر. ما لحقت عليا، بس 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 انا بتحديك، انا بقول فوق النص كيلو، لانه هيدي القصبة صارت قديني هيك، دق راسها بالمي ودلت اخذتها. اشتغل على السنانير هلا، السنارة احسن للبوري. ايه للبوري ولا حتى للقريدية احسن. بتروح العمرة كلها، ما بقى تطلع هيدي خلاص. نقرة حلوة، نقرة حلوة، ليكو رغم النتعة دلت العجينة على السنارة. والسر هون بالموضوع هو انه انا حاطط لها قطن، انا حاطط قطن تتثبتوها على السنارة مزبوط، كنت برموها برمي عليها على الخيط فوق وتضبطوها على قدها تمام. خلوا نقطة صغيرة من السنارة مبين نقزة راسها بهالشكل. القطن بيلعب دور الشبك، يعني بيحافظ على 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 العجينة على السنارة. هذا القطن بيلعب هذا الدور. ضبطنا الخيط، حطينا غدارتين 18، ما بدي حتى 3 غدادير، الخسارة كانت كبيرة، فخلينا على غدارتين ورجعنا على الشغل بعجينة السردين وعجينة القرايدي. بس هلا البرغش زادت الطين بلة، يعني في نقرة حلوة. يلا عليهم.
عجينة فعالة الحقيقة، بس يعني نحن هلأ ببداية فصل الشتي السمكة بتاكل شو ما كان، يعني عجينة بيضة بتاكل ما عندها مشكلة. لك شو اللي عم يجي على الطعم هلأ؟ هاي البذرة الصغيرة اجت، اجت البذرة الصغيرة هذه مشكلة البحر بهالايام يعني، وكل الايام البذرة الصغيرة. خلص اجا صغير ما بقى يترك مجال للكبير، لك بده شيء بخدها بدنبا كمان. كله وكل زغرة فقط لي شوكتين. هجمة البذرة الصغيرة هلا كله صار يطلع هيك، كله صار يطلع من هذا الصغير، شيله رد على المي. حبيت الكبار ما بعرف وين صار، وصلنا منه كم حبة، حبة بوري وحبة سلطان اختفيوا، الصراغيث ما مبينين يعني ما بقى مطول. هلا عم بتشوفوا الغلة متواضعة، كم سمكة هيك على الماشي، شغل شي ساعتين بعد الظهر، ساعة ونص مش أكثر. البحر صغير بهالأيام، مانو عم بحدنا أبدا. يلا منقول الحمد لله على كل شي، إلى اللقاء في فيديو قادم.